فارغ من هذه الجهة فهو نحو بوب لقاح، ما شاء الله يعني، وعسل كما ترون. الله، الإثار الثاني من هذه الجهة فهو حضانة مغلقة وبيض ويرقات كما ترون، ومن هذه الجهة نفس الحال وعسل وحبوب لقاح، كذلك من هنا حبوب لقاح وعسل. الإطار الثالث، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الجهة فهو يعني بيض ويرقات وحضانة مغلوقة مفتوحة وحبوب لقاح وعسل، وكذلك من هذه الجهة نفس الحال. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا كذلك يعني حضانة مغلوقة مفتوحة وبيض وحبوب لقاح وعسل، كذلك من هذه الجهة حضانة مغلوقة مفتوحة وبعض البيض. بالنسبة للإطار الخامس فمن هذه الجهة عسل وحبوب لقاح كما ترون، ومن هذه الجهة فهو فارغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.